لعبة اسمها نيرو باي، لعبة كانوا يلعبوها جدودنا في القديم. هي كانت تلعب باحجار اللي هي من العلف، كتكون احجار ملونه كيلعبوها. كنت تما انا نسول هذه اللي غتلعب معايا انا، كنقول لها واش نيروبا جات ولا ما جات، خاصها هي تجاوبني عن نيروبا ما جات. نقول لها واش نرفد حد من ولادها، خاصها تقول لي هي هي. وتم اللعبه دايره بنفس الاسئله، غير هو نتم نحاولوا شي بشي من نتخطاو ثلاثه وندوزو ثلاثه ثانيين نكملوا سته. هي خاصها من جهه لعبه قديمه، وخاص تكون هما اللي تعرف تحسب وكل شيء قال عليها، غير هي اصلا ما فيها والو. كنت مسوله وكنت متجاوبني، ودرك في هذا الوقت ما تلحد كي يلعبها. والناس درك عاد كتمشي غير لمواقع التواصل، فيسبوك، واتساب، انستغرام، تويتر، ما نعرفش كل واحد اش كيلعب. درك اكثرين كيلعبوا السيك، السيك هو اللي كيلعبوه الناس درك مثلا في رمضان كيكونوا العلايات مجتمعين كيجدوا السيك، هي اللي مزال كيلعبوها الناس درك. مال هادشي مثلا كيلعبوا حد، كاين نيروبا وكاين كرور وخميسه، وفي ليلات مثلا كيلعبوهم. هذه تسمى لعبة كرور، كانوا يلعبوها طفيلات القدام، وحنا نجددوها دريك. وقوانينها يدلوا عن ثانية تلعبها عند عقارب الساعة، وأنا وحتى أنا لعبها عند عقارب الساعة، ولي خوات الدار الثانية من ديالي راهي الفايزة. هي بعد اللي حافظوا عليها، وتحنا نجددوها ان شاء الله ونلعبوها.